طب هو سؤال مشهور قوي بقى دلوقتي، الناس اللي بتتبحر جدا في عالم العمليات الدعامية بتبدأ تصل، خصوصا الناس اللي كمان عندهم ثقافة، فبيبدأوا يذاكروا بشكل متفصيلي ويصلوا إلى أن هناك أساليب لزراعة الدعامة خارج النسيج الكهفي. هذا سؤال للمتبحرين جدا. تمام فهم. دكتور أيمن، أنا الحقيقة أنا بشكر حضرتك على الحلقة دي، هي حلقة مش مرتب لها وأجريت كده بطريقة تلقائية بس جميلة. ليه؟ أنا حاسس إن أنا بوجه الحلقة مش للمريض فقط، لا، ولجميع زملائي من الأطباء في هذا التخصص، لأن برضو الكلام ده فيه جدل كتير. حضرتك تفتكر زمان لما كان بيجي لنا مرضى في الطوارئ عندهم حاجة اسمها كسر في العضو، فراكشر بينس، وطبعا كنا لما بنخيط التيونيكا اللي هي الغلاف الخارجي للنسيج الكهفي ونخيطها بالبرولين اللي هو ما بيدوبش مدى الحياة، ونقول للمريض بتاعنا انت خلاص كده انسى ان هيجي لك انتصاب تاني، حضرتك لاحظت ان في كتير منهم بيبقى عنده انتصاب لما بيجي لنا في الوقت الصح وننظف التجمع الدموي اللي موجود ونخيط هذا الغلاف الخارجي للنسيج الكهفي بشكل سليم، بيبقى عنده انتصاب. يبقى اذا الزملاء اللي بيجادلوا يقول لك لا انت بتضحك علينا يا دكتور، ده هو اساسا المشكله كلها، ان مجرد تفتح الغلاف الخارجي خلاص انت فقدت كل شيء حتى لو ما جتش ناحيه النسيج الكهفي. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، واللي بيؤكده تجاربنا مع المرضى اللي حصل لهم كسر في العضو، يعني كسر في هذا الغلاف. ما هو كسر معناه ان هذا الغلاف اتفتح اتكسر اتقط فعلا زي الجزر بالظبط. ولما بننظف صح ونخيطه كويس بيبقى في انتصاب. طب انا لما هفتحه اثناء العمليه انت بتقول لي ان انا كده خلاص انا يعني مجرد فتحه وخلاص انا كده لغيت النسيج، لا الكلام ده مش مظبوط. لا انا ممكن ادخل ما بينه وما بين النسيج واوسع وازرع دعامتي عادي ويظل الانتصاب القديم اللي كان عنده كما هو لا يتغير، بحيث ان المريض ده لو جه في اي مرحله وقال لي والله انا مش عاجباني الدعامه عايز اشيلها، انا ما ضرتوش في حاجه، انا ما ضرتوش في حاجه، يقدر يشيلها زي ما عايز. كمان الاهم من كده، في بعض المرضى بيبقوا عندهم برضو انا عايز يبقى ضخ الدم عنده الطبيعي بتاعه زي ما هو، النبي يديله نوع برضو من المتعه الزايده ان ما زال عنده ضخ الدم الطبيعي موجود. كتير من المرضى يقعد يوصيني يقول لي يا دكتور من فضلك انت قلت لي وبتقول دايما انا بزرعها خارج النسيج، انا عايز اتاكد النسيج. فبيجي يعني ليه تجربه مع شاب كان سنه 23 سنه، كان دايما طول عمليه يا دكتور محمد انا في عرضك انا عايز مش عارف ايه تكون خارج النسيج. لما جه بعد العمليه ولقى عنده ان في جاش اوف بلاد عامل له ازعاج لدرجه ان هو بيقول لي يا دكتور محمد يا ريتني كنت قلت لك بوظه. يقول لي ده عامل لي مشكله. فطبعا يعني المرضى اليوم حاجات تندرات جميله ولطيفه واحنا بنسعد بيها، لانك بتسمع خصوصا المريض المصري الحياه كوميديا المريض المصري والعربي كوميديا لطيفه جدا، وبتعني سبحان الله المعاناه هو بيحولها الى طرافه في كل حاجه في حياتنا.